قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان نحو الوحدة، حيث استضاف البرنامج القس الكونن فائق حداد راعي كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية، فيما كانت هناك مداخلتان عبر اتصال هاتفي مع الأب فرح حجازين والأب جور شرايحة. فإلى هناك. أبونا، صلاة من أجل وحدة المسيحيين. نحن كل سنة نحتفل في هذا الأسبوع، وفي عم بيصير في شوية لغط بمعنى الصلاة من أجل الوحدة المسيحيين، فكنا حابين أنك أنت تحكي لنا من ناحية لاهوتية معنى الصلاة، ولماذا تم يعني طرح هذا الموضوع وهي الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. شكرا لكم، وما في شك على انه وحدة المسيحيين هي رغبة ملحة وغالية جدا على قلب يسوع. نعم. ومن اجلها صلى في صلاة الاخيرة، وان شاء الله كلنا بنضم صلاة صلاة السيد المسيح لتحقيق رغبة المسيح في ان نشوف كل المسيحيين في رعية واحدة تحت رعى واحد. نعم. على كل حال، الموضوع هو كالتالي: تخصص الكنيسة اسبوعا في السنة للصلاة من اجل وحدة بين جميع المسيحيين ابتداء من 18 كانون الثاني وينتهي بتاريخ 25 كانون الثاني، وهو عيد ارتداد القديس بولس وهو في طريقه إلى الشام ليضطهد المسيحيين هناك. إن خطر الانقسامات كان يهدد حتى جماعة التلاميذ في زمن السيد المسيح، وكان وراء هذه الانقسامات حب الكراسي ويبطل الإنجيل المقدس عن مخاصمة وقعت بين التلاميذ في من هو الأكبر، ووقع بينهم جدال في من يعد أكبرهم، فقال لهم: من كان الأصغر فيكم جميعا فذاك هو الكبير. كذلك حب المال كان وراء هذه الانقسامات، فيهوذا الإسخريوطي قد انفصل عن التلاميذ وباع معلمه من أجل المال. ماذا تعطوني من المال وأنا أسلمه إليكم؟ قال يهوذا للفريسيين. كذلك الشيطان هو وراء الانقسامات الذي لا يريد وحدة المسيحيين بل يزرع الزؤان في حقل الرب، وقد حذر السيد المسيح تلاميذه بعمل الشيطان التخريبي، إذ قال لبطرس: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان قد طلبكم ليغربلكم كما تغربل الحنطة، ولكني دعوت لك ألا تفقد إيمانك. فحين شوف ثلاث نقاط للسريع: المسيح والكنيسة، ماربولس بولس والكنيسة، القديس بطرس والكنيسة، كدش كانت عزيزة وغالية على قلوبهم جميعا وحدة المسيحيين. المسيح والكنيسة: لقد أحب المسيح كنيسته حبا شديدا وبدل نفسه من أجلها، كما يقول القديس بولس في رسالته إلى أفسس. أحب المسيح الكنيسة وبدل نفسه لأجلها ليقدسها مطهرا إياها لغسل الماء وكلمة الحياة، ليهديها لنفسه كنيسة مجيدة لا تتلف فيها ولا تغضن ولا شيئا من ذلك، بل تكون مقدسة منزهة عن كل عيب. كذلك علينا أن نحبها ونبذل الغالي والنفيس في سبيلها. وصلى من أجل وحدتها، لا أدعو لهم وحدهم بل أدعو أيضا للذين يؤمنون بي عن كلامهم، فليكونوا بأجمعهم واحدا، ليكونوا واحدا كما نحن واحد. المسيح يطلب لنا أن نعمل على انتجاء الخروف الضال إلى الحظيرة حتى لا يكون هناك إلا رعية واحدة وراع واحد، ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، فتلك أيضا لابد لي أن أقودها وستصغي إلى صوتي، فيكون هناك رعية واحدة وراع واحد. السيس باي، نحن حكينا عن موضوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحيين، رح يكون في الكنيسة عندكم هذا هاي العام والتحضيرات اللي قمتم فيها، بس تعطينا يعني هيك مقدمة قبل ما ندخل في تفاصيل الاحتفال. حكى الأبونا فرح عن بولس، القديس بولس، ورسالته إلى أهل كورنثوس، إنه احتاج القديس بولس بعد 55 سنة، لأنه هي رسالة القديس بولس إلى أهل كورنثوس لما وبخ التلاميذ وقالهم
انتم لستم بولس او لابولس بعد 55 يعني سنة 55 ميلادي احتاج بولس يوبخ التلاميذ لانه حس انه تلاميذهم ورسالة السيد المسيح عم تنقسم. فأين ترى الكنيسة في عام 2022 واحنا داخلين على الألفية الثالثة الآن؟ فهل يختلف الوضع؟ يعني صباح الخير مرة ثالثة، وأنا سعيد أني أكون اليوم نتحدث عن الوحدة. ولما بلش الحوار والحديث عن الوحدة أكيد كانت الكنيسة تشعر في نقص ما. لم يكن الحديث عن الوحدة لتعزيز ما هو موجود، وإنما لسد نقص في هذا المجال. أول انشقاق بنشوفه بالكنيسة هو في أعمال الرسل 15 عندما عقد المجمع الأول حسب الكتاب المقدس، وكان في خلاف بين القديسين بولس وبطرس. الخلاف لأنه إحنا بشر وكل إنسان بذاته هو مميز عند الله، وبما أنه مميز أعطاه فكر مميز، وكل إنسان كيف بيشرح. في البداية كان بولس مع الأمم ونشر الرسالة إلى الأمم، بطرس اللي ومع كان مع أنه كان فريسي كان من اليهود كان من المقربين، ومنعرف أنه بطريق إلى دمشق هو كان يضطهد المسيحيين. شاول اضطهد المسيحيين، وربنا اللي دعا يسوع المسيح في الطريق إلى دمشق. اليوم خلافه كان مع بطرس انه ندعي الامميين ام نبقى مع الى خاصته جاء. يوحنا حل الموضوع الى خاصته جاء وخاصته لم تعرفه، واما الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يكونوا ابناء الله. فكانت الرسالة لبطرس وبولس، لكن احنا بنعرف انه الكنيسة اخذت بطرس وبولس اللي حاملين مفاتيح السماء بإدعاء طبعا الكنيسة وبحسب التقليد الكنسي، وربنا تحدث مع بطرس بوضوح في هذا المجال. ما يربط في الأرض الكنيسة اللي بتربطه في الأرض مربوط في السماء، وما تحله على الأرض محلول في السماء. لذلك كان في من البداية نحكي 55 الرسائل اللي كتبت بين سنة 55 و65، والكتاب المقدس يوحنا الرائي الإنجيلي كتب في سنة بالتسعينات 94 إلى 96. إذا بنتفرج على الحقبة الأولى من تاريخ الكنيسة قبل المجمع المقدس الأول، منشوف إنه صار في حتى هرطقة. لأنه كل إنسان فينا أعماله بيفسر زي ما بينظر ل الكتاب المقدس لإيمانه. بين الصح والخطأ هذا موضوع يعني يطول، 2022 سنة احنا منعيش، ولهالسبب صار في عنا بالإضافة إلى ما ورد في الكلمة الجميلة لأبونا فرح إنه المال كان أصل لكل الشرور، يهوذا الإسخريوطي باع ربنا يسوع المسيح من أجل 30 من الفضة، ما موجود من خلافات لاهوتية في البداية إنجيلية، لكن لم نختلف على مواضيع مهمة. يسوع هو رأس هذا الجسد الكنيسة. لم نختلف على ميلاد الرب يسوع المسيح بعد ما تم قانونية الكتاب المقدس ووضع في سنة 325 نيقيا موضوع ميلاد الرب يسوع المسيح، ظهور الرب يسوع المسيح. لم نختلف أبداً في موضوع القيامة، موت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. بالحقيقة كان في كاهن بمطلع القرن العشرين بثلاثينات القرن الماضي باستراليا، وبتعرف استراليا هي يعني قارة لحالها ومساحات شاسعة وعندها سكان قليل في القارة، فكان يصلي مشان المسافات البعيدة هاي ومشان هي انه الروح يجمعنا، انه يحكي لهم بعظاته انه صح المسافات بعيدة ولكن القلوب قريبة جدا. كيف نستطيع ذلك؟ الروح يجمعنا لو كنا في أماكن مختلفة وفي مساحات ثانية. فانطلقت الفكرة، رجعت بعدين بالستينات القرن الماضي أيضا بفرنسا تبلورت وتبناها الفاتيكان وخصص لها
كل سنة إنها تكون على نية معينة أو على التخصيص على خلينا نحكي شعب من شعب الكنيسة المتميز في ثقافته في حضارته في طريقة أدائه لروحانياته والتعبير عن التقويات اللي تجمعها الكنيسة. نعم. فحافظت الكنيسة والفاتيكان دعم الفكرة واستمرت مع الأرثوذكس خلينا نقول الأرثوذكس الأنطاكيين والأرثوذكس المقدسيين والكنائس الأرثوذكسية القديمة. نعم. دخلت في أسبوع صلاة الوحدة اللي هي لما بنحكي الكنائس الأرثوذكسية القديمة يعني نحكي عن الأرمن الأرثوذكس، نحكي عن السريان الأرثوذكس، نحكي عن الأقباط الأرثوذكس. نعم. بالإضافة إلى الروم الأرثوذكسيين. نعم. فتجمعت مع الكنائس الكاثوليكية والكنائس الإنجليكانية والكنائس المجتمعة اللي على علاقة مع بعضها البعض. نعم. كانت يعني بعد 1054 بعد الانشقاق الكبير أصبحت العلاقات على إذا جاز التعبير نقدر أن نسميها علاقات اجتماعية. نعم. مثل ما وضح غبطة البطريرك فيفوليوس عندما تحدثوا عن موضوع الاحتفالات ب 25-12 أفاد غبطته بالقول إنه المناسبات الاجتماعية تبقى قائمة مثل ما هي، نتقبل التهاني مع بعضنا البعض وبنزور بعض وبنعايز بعض وبهاي، فأصبحت هي العلاقة إذا جاز التعبير هي علاقة اجتماعية. نعم. وهذا ينقلنا إلى موضوعنا الآخر اللي هو موضوع الفرق ما بين الوحدة والاتحاد. الوحدة بالصلاة زي ما حكيت بداية حديثي الروح يجمعنا، هي الصلاة اللي بتجمعنا، بدنا نصلي مع بعض لأجل ما طلبوا منا هذه عفوا هذه فريضة مطلوبة منا طلبها يسوع، وصلى بدموع وصلى بألم وبحرقة وبوجع، صلى يسوع متألما لأجل فرقة الكنيسة التي لاحظها يسوع من الجذور من الصخر من أساسها من بداية التلاميذ الاثنى عشر مثل ما حكى أبونا فرح قبل قليل، ما راح أرجع أعيد الحديث تطرق قدس الأب فرح أن الناس بيحكوا اليوم دكتورة وقسيسنا الفاضل اليوم الناس بيحكوا طيب شو علاقتنا إحنا بالتلاميذ 12 لما غلطوا، شو علاقتنا بآدم لما غلط، هي النفس البشرية هي الأمس وهي اليوم وهي الغد، ما زال الإنسان منذ آدم وحتى اليوم منذ التلاميذ وحتى اليوم المشاعر ذاتها يحب يكره يخطئ يتوب، هذا كينونة الإنسان الأنتروبولوجيا الإنسان الأعماق جذور الإنسانية هي واحدة لم تتغير مع كل هذه التكنولوجيا مع كل هذا التطور، ولكن يبقى لدينا الناحية الروحية أن نصلي أن نصلي من أجل أن نكون متحدين قلوبنا على بعض. يعني شو نصلي إحنا للوحدة؟ شو معنى الوحدة؟ الوحدة معناتها رباط المحبة، أنه نصير نخاف على بعض، أنه نصير يهمنا مصلحة بعض، أنه يصير أنه هذا هو مسيحي يعود زي ما تفضلتي حضرتك بداية الحلقة دكتورة وقلتي إيش 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 رمزنا بالنهاية كلياتنا كمسيحي الصليب، من هو شخصنا يسوع المسيح، فنحن مشتركين بهذا، ولكن العقائد التعبيرات التقوية الشرائع الكنسية كلها لها كل كنيسة لها خصوصيتها. نعم. في كنائس طورت يعني هل القداس يوحنا الذهبي الفم اللي إحنا اليوم بنقوم فيه هو نفسه اللي كان يصلي يوحنا الذهبي الفم؟ ما صار في تغييرات ما صار في تطورات، في كنائس بتقول لا أنتوا غيرتوا وهذا لا يجوز وهذا تغيير بالتقليد، طب هذا التقليد من الذي القديس فلان، طب القديس مش بشر، وهل يعقل أنه كمان العصر الحديث ما في قديسين كمان من حقهم اللي هم احنا بنحكي عنهم الأساقفة واللي هم البابوات والبطائر الرؤساء الكنسيين ببدلوا بعدلوا بحطوا بأشياء ولكن لا تمس الجوهر، الجوهر مين؟ يسوع المسيح.